من جانبه ثمن السيد يوسف صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما تضمنه من توجيه وما تضمنه توجيهه بتوفير الميزانية اللازمة لخطة إعادة إعمار بيوت الله واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم الإسلامية في إعادة بناء وتطوير المساجد. وأكد الصالح أن الأمر يأتي في إطار الرعاية المستدامة التي توليها القيادة لدور العبادة انطلاقا من التوجيهات الدائمة والداعمة من لدن جلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه للعمل الوقفي والخيري والإنساني. ولفت الصالح إلى أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيسهم في تلبية احتياجات الكثير من المناطق وخصوصا المساجد التي تحتاج إلى إعادة إعمار وصيانة، مشيدا بما تحظى به سائر الجوامع والمساجد في المملكة من دعم متواصل لتهيئة أفضل السبل للمصلين.